دلوقتي لسه اسحب شويه. انا؟ اه. هنا حر كتير. حر كتير اه. لا بس احنا الميزه اللي هنا بيبقى في الحر ما فيش الرطوبه. اه صح. الجو جاف فدي ما بتظهرش يعني الحر قوي. ممكن الواحد يقف تحت اي حاجه شجره اي حاجه تبقى الجو جميل جدا. لكن في الشمس اه بيبقى درجه الحراره جامده. دي اصحابها موجودين. انا هخليها انا هطورها بحيث انها تمشي مع نفس النظام بس ايه مش هديها نفس الروح. تمام. الحاجات المقامه خلاص انا هبتدي بس انضفها ويبقى شكلها يبقى. طب انا كمستثمر ايه اللي انا مستفيد؟ انا هاخد حقوق من كل حاجه. انا هاخد ودي ساعتها ودي تمام. انا دلوقتي اللوحات التنفيذيه هتيجي الشهر الجاي الاكاديميه بتتعمل دلوقتي تمام بحيث ان التنفيذ يعني لو حتى التنفيذيه هتيجي تشتغل على طول. خمسه لو خدت اه دي